صاروخ باليستي جديد أعلنت كوريا الشمالية عن إطلاقه من مطار بيونغ يانغ الدولي وسقوطه في المياه المفتوحة لبحر كوريا الشرقي الذي يسمى أيضاً بحر اليابان، وذلك ضمن تدريب مفاجئ. وكالة الأنباء الرسمية في بيونغ يانغ قالت أن الجيش اختبر صاروخاً باليستياً عابراً للقارات من طراز هواسونغ 15، وهو أول اختبار منذ 7 أسابيع، مضيفة بأن التدريب نظم فجأة بدون إشعار مسبق، وأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وافق شخصياً عليه، مشيرة إلى أن التدريب المفاجئ يمثل دليلاً فعلياً على الجهود المستمرة التي تبذلها القوة النووية الاستراتيجية لكوريا الديمقراطية الشعبية لتحويل قدرتها على شن هجوم نووي مدمر مضاد على القوات المعادية إلى هجوم لا يمكن صده. في المقابل أعلنت سول إجراء تدريبات جوية مشتركة مع واشنطن تتضمن قاذفة B-1B الاستراتيجية الأمريكية بهدف تحسين استجابة الدولتين في حال وقوع هجوم نووي كوري شمالي. إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي قوبل بإدانة من جارتها الجنوبية إلى جانب الولايات المتحدة واليابان ودول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر أن إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً عابراً للقارات يهدد الأمن العالمي ويتطلب رداً مناسباً.